الاكلات راح تكون سهله بسيطه وسريعه من اول طبخه لحد اخر طبخه. اليوم راح تكون في عندي الباستا الايطاليه اللي راح اسوي ايضا بطريقه سريعه جدا. مكرونه، لكن اليوم المكرونه راح تكون يعني شلون المكه مكرونه، او ممكن يكون عندك المكرونه بالجبن، لكن اليوم الطريقه شويه راح تكون مختلفه، راح تكون بها اضافات بسيطه، لكن بالنهايه نحصل على طعم ونكهه كلش طيبه لهذه المكرونه. طبعا اكيد التفاصيل والمقادير راح تكون سهله وبسيطه حتى نقدر نسوي هذه الوصفه وهذه الاكله. حياكم الله مشاهدينا، اليوم الحلقه راح تكون ممتعه صراحه من اول وصفه لحد اخر وصفه، بدايتها اكيد بالمكرونه لهذا اليوم ونوع المكرونه اكيد وتخميره اللحم اللي راح تكون موجود. طبعا اكيد ان انا اللحم هذه ما كاتبه بالمقادير، حتى اللي يحب انه ممكن تكون باللحم وممكن تكون بدون لحم، لذلك هنا استخدام اللحم او ممكن استخدم الدجاج من يكون الاشياء الاختياريه، يعني بكيفكم، متوفره نسويها، ما متوفره فما نسويها. يلا نكتب المقادير لانه هي راح تكون عباره عن جبن. فصلصة الجبن اليوم راح تكون يعني اللحم واحد راح اطبخه وصلصة الجبن ايضا راح تكون واحد. نوع الجبن اللي استخدمته انا مشاهدينا راح يكون في عندك البارميزان، ممكن استخدم اي نوع اخر من الاجبان. شيء طبيعي هنا راح يكون في عندك الريحان المعدنوس، راح استخدم بابريكا، ثوم اكيد، وصلصه طماطه وحبشكلات جميله. شنو وضعك اليوم جيمي؟ وضعك زين؟ إيه الحمد لله. هنا انا عددت الارس. اي عافيه عافيه. ايريس بونس ايريس. طبعا اكيد هنا مثل ما تشوفون التنوع بهذه الوصفه، بالاخير نحصل على طعم ونكهه كلش لذيذه. تعرفون انه هنا من نريد نسلق احنا المكرونه نحتاج الى ان يكون عندك مي فاير يغلي ويتخلاله هام شويه من زيت الزيتون يا خلدون. اكيد ارقام الهواتف راح تكون موجوده اسفل الشاشه، راح نستقبل اتصالاتكم اللطيفه الجميله مثلكم عيني زين، الخفيفه زين، اللطيفه. احتاج انه اضيف شويه مي وبعدين اخلي شويه ملح وراح اخلي شويه زيت، تمام؟ شيء طبيعي هنا راح يكون عندك استخدام زيت الزيتون طبعا هنا حتى تطين نكهه وتطين طعم كلش لذيذ. لا ضير في استخدام القليل من السبيسيال زيت الزيتون، تمام؟ اذا كان موجود، لكن احنا نتعاجز ما نسوي فنخلي زيت الزيتون العادي. تعال تفاصيل ابني اليوم، مركز وياي لا مو مركز وياي؟ اشك بيك انت ما مركز وياي. ها بلشنا العادي، لا تظل تسولف هوايه حماس. فايده 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 فايده. طبعا اكيد انا راح ابلش اسوي هنا المكرونه بالبدايه، لكن قبل المكرونه تعال شوفوا لي هنا اللحمه. تجي تاخذ اللحمه لو اجيك انا تشوف اللحمه حتى نتفق. شوف اللحمه هذه هم حليب طبعا، سر المهنه بالحليب سبيسيال. طبعا انواع اللحمه شلون صايره الا سبيسيال اكيد. طبعا احنا ما نشتغل شيء اذا مو سبيسيال. طبعا هذا راح احمسه بالدهن، تمام؟ ها ها كابتن انت ما تعطيه مجال صراحه، كابتن انت ما تعطيه مجال زين لو لا. تعال يلا تعال 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 ابني تعال تعال. شلون الصحه؟ استفاد استفاد. وين كنت خالي؟ ها عيوني صار لي ساعه صيح حتى صوتي راح انتهى، صارت عندي بحه. يلا ابني تعال. انا خلينا شويه من زيت الزيتون، راح ابلش اخلي اللحم. طبعا اللحم هنا أنا اصفي شويه من الحليب، وبعد ما اصفيه من الحليب ابلش شنو؟ ابلش اخلي شويه شويه من عنده لحد ما يكون عندك تمام التمام. شوفوا لي اللحمات هذه بدون طبعا ملح، يا سلام. ارجع واقول هذا الموضوع يكون اختياري، يعني بكيفكم، يحب انه يخلي لحم راح يكون اختياره وحسب الرغبه. كابتن خلينا زيت الزيتون، حتى خاف تقول لي خليت لو ما خليت. زين هالمره اخذت البصل مالته وشويه الاعشاب اللي خليتهم من انا، شويه كمون وشويه فلفل ابيض شويه فلفل اسود، وخلينا شويه من الاعشاب الايطاليه حتى تعطيها طعم ونكهه كلش طيبه للوصفه. هسه تقول خلدون هواي لحيت. اي ارجع واقول مشاهدينا الاحب، ارجع اقول اكو شغله مهمه بهذه الوصفه، انه اللحم اللي انا خاله اختياري وحسب الرغبه. تدرون هالشيء صح ولا المكرونه؟ يعني ما اتبين لكم الاسامي، يعني كلنا طبعا لازم احنا نعرف كل الاسامي ونكون حافظين الاسامي مالت الباستا هنا، لكن انتم يعني عادي يسموها مكرونه، لكن احنا لا، بمجالنا لازم نعرف كل مكرونه شنو اسمها وشنو صنفها وشنو الاشياء اللي تكون موجوده بكل وصفه. هذه صحول البني، هذه صحول البني مو البني. ها ابني سمعتني؟ اي هذا اسمه البني، نوع من المكرونه معروف ومشهور جدا.
هذا عيني بعد ما اشوف انه السأسأة صارت لطيفة ناخذ اتصال هاتفي بين مصر السأسأة. الو الو هسه راح اشيل عيوني. شلون الصحة؟ اهلا عيني فارس. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. امرني فارس، ماذا تطلب؟ انا مفارس. ام فارس صوت حمص. عين ام فارس. الو اي عين ام فارس، امريني شلونك عين؟ شلون صحتك؟ منور عين منور. شنو هالنظافه؟ ربو يحفظك، هذا نورك يا غاليه انت ام فارس الغاليه. نظافه شنو هالجمال؟ ربي يحفظك ام فارس، هذا من ذوقك يا غالية انت. بعد ايوه لا والله حبيت اسلم عليك، وانا اكلك هذا طيب على النظافه. الله يحفظك، شكرا جزيلا. ربي يحفظك، ربي يخليك ان شاء الله. يا عيوني حبيبي ربي يحفظك. ممنونك ام فارس. عيوني انت، عيوني انت، عيوني انت. تعال ابني، تعال تعال وليدي، تعال. هنا صارت اكو سأسأة لطيفة، هنا صارت اكو غليان لطيف. تعال ابني، تعال تعال. رجعنا فتحنا سوالفك، مو كنا ساكت احسن. تعال باع، شوف 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 شوف. ما يجي وياي، ما يجي وياي. يلا شوف 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 ويا المي الفاير، خلوها ويا المي الفاير. ظليت لك لك هواي لك لك لك، اتركها لحد نهايه الحلقه. رجعنا، تعال شوف اللحمه. هاي المصريين شو يصحولها؟ يصحولها ورقة لحم. ليش؟ لأنه أنا شرح اللحم بهالطريقة هذه، إنك قعدت بالحليب. لا تصدقني، صدقني إنه ما راح تحس أصلاً بطعم حليب بهذه الوصفة، يعني ماكو نهائياً. رجع سولف رجع. راح أخلي شوية الملح، ويكون عندك اللحمة يا باشا. شلون اللحمة يا باشا؟ خبل يا زفرة كابتن، يا زفرة دباع الأعشاب اللي بيها باع البصل حماس. شلون الصحة يا بي؟ يلا ناخذ صال هاتفي. ألو ألو، مساء الخير. مساء النور يا عيوني، شلونك شيف؟ أنا الحمد لله، أمريني. ما يأمر عليك ظالم ومنور من ميسان. ألف تحية لك وللسيد المخرج ولكل الكادر المحترمين. حياتنا، ألف تحيات. احنا ما نريد نكسرك اكثر من طاقتك، طبعا انت صراحه جاي تتعب وساعات يم الطبخ مو شويه، مشكوره جهودك. وبدون امر عليك اريد منك اكلات دايت والله، وتذكر لنا بعض الفواكه والخضروات الصحيه. تامرين امر الاسبوع القادم اكلاتنا كلها دايت راح تكون من ان شاء الله. شاكره وممنونه ان شاء الله ان شاء الله. الاسبوع القادم اكلاتنا كلها دايت من الالف للياس. ما في ناس السيد المخرج ومع مليون سلام كابتن، وتحياتي الكابتن اكيد، تحياتي الكابتن. وتامريني امر الاسبوع القادم ان شاء الله من الالف للياس. سمعتينا ست؟ سمعتينا؟ اهم شيء سمعينا زين. من الالف للياس، من السبت للاحد، من الاحد للخميس، من السبت للاحد. لا 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 لا، من الاربعاء للخميس. ممكن ممكن، نعم ممكن ممكن. الله، كله سوتي وموتي، كله فيجتبل. يعني ممكن اكل لحم لكن ايضا تكون بطريقه مسأسأة. يم يم يم، يلا يم يم، يلا نتعاون نتعاون نتعاون، ونسوي لنا وصفات حلوه تكون رياضيه لطيفه. نروح انا والكابتن نصورها بجيم هم بعد شو تريدون زين. شوفوا هنا شلون صارت الورقه الحلوه اللطيفه جدا من اللحمات اللي يخبلون هذولا، كلش طيبه كلش لذيذه وكلش بسيطه حتى تقدرون تسووها. طبعا بهذه المرحله ممكن هسه اني اخلي الثوم، تمام، اضيف شويه الثوم على اللحمه، اعطيها شويه لحمه ويصير عندك شويه الثوم. وراح ابقي شويه، ليش راح ابقي شويه؟ لانه راح يكون عندك ايضا هنا صلصة، وهي صلصة حمراء مهمة جدا. أرجع أخلط المكونات، أسطيها نكهة الثوم شوية عيوني زين. يابا هذا اللحم يخبل، هذا اللحم يخبل، طعم ماته نكهة ماته كل حبشكلاته راح تكون كلش لذيذة. بعد ما ظلت خليت له شوية، خلينا شوية
كابتن قدامك انت بلانه. يلا كابتن ايش عندنا؟ تعال شوف اللحمات الجميلات هذني اللي يخبلون. الله اي والله اي والله صحيح. خلينا هنا هذه الحبة اشكالات. هسه نجي الى مرحلة الصوص. مرحلة الصوص راح يكون اضافة شوية من الفلفل الاسود، البابريكا، تمام؟ احمصهم شوية مع بعضهم بعض مع شوية الثوم. بعد ما خليت شوية الثوم اجيب هنا صلصة جاهزة. اصلا انا اعترف اقول انه هاي صلصة جاهزة. بعد ما خليت الصلصة جاهزة نجي نخليلها معدنوس، ريحان، وابلش اخلط المكونات مع بعض البعض بهالطريقه هذه. هذه الصلصه الخرافيه الجميله جدا. الله 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 الله. لا انا ايش راح اخلي؟ هذا اختياري وحسب الرغبه ايضا. راح اخلي شويه من الفطر. هذا اختياري كيفكم يعني. ارجع مره ثانيه اخلي شويه من البابريكا، فلفل اسود، واخذ من المي مات المكرونه، لازم اخذ من المي مات المكرونه اللي عندي. شلون مكرونه بس باع كابتن باع. طبعا اكيد بعدها المكرونه ما مستويه، يحتاج لها تقريبا 5 إلى 8 دقائق، راح اجي اخذ شويه من مي المكرونه هذه. اخليها على الصوص بهالطريقه هذه. زين يابا. بعد اللي راح اسويه هنا أنا راح يكون عندك صلصة ثانية أخرى مختلفة تماما عن الصلصة الأولى اللي سويناها، وهي تكون صلصة الجبن. صلصة الجبن راح يكون بها نوعين اثنين جبن، ممكن استخدم نوع واحد بس. هذا كلام حقيقي يابا. بالبداية راح أبلش أقطع هنا شيدر، تمام؟ هل قد شيدر أخذنا؟ وراها راح ابلش اقطعهم بهذا الشكل. ارجع واقول اختياري، هذا النوع من الجبن يكون اختيار، تمام؟ جيب لي خبزه حاره مو شاي، خبزه حاره تخبل. اجي اخليها هنا، طبعا اكيد راح اضيف لها هنا ايضا شويه من المعدنوس الباقي اللي عندي، تمام؟ اجي اخذ شويه الريحان، اجي اخذ شويه فلفل اسود، واجي اخذ انا شنو؟ اجي اخذ البارميزان شويه من عنده، تمام؟ قيمة الغذائية طبعا اكيد راح تكون عنده قيمة غذائية جدا عالية بالوصفة كلها بصورة عامة. الوصفة هذه تحتوي على قيمة غذائية جدا عالية، مثل ما تشوفون الاشياء اللي ضفناها هي اشياء كلها بسيطة سهلة وسريعة. راح اجي اخذ قطع اللحم الجميلة هذه، تمام؟ واخذ اتصال هاتفي. ود مرحبا عيوني ود. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون الصحة ود؟ الحمد لله. ان شاء الله تمام. الحمد لله، انت شلونك شيف؟ عمرينا ود. بس طريقة الدولمة. الدللي. الدللي. شنو اللحمة كابتن؟ تعال. ها شنو؟ الله. شلون طعم؟ عيوني. تركيبة خرافية، ها؟ وكلش طيبة. راح اجي اخلي اللحم، وين اخلي اللحم على الصلصة هذه؟ آه شوف كابتن. باوع. دباوع اللعبة دباوع. لا هاي وينه؟ هياته غيرك حار ليش؟ لا يابا بدون غيرك حار. هاي الصلصة صارت جاهزة، اخليها على جنب. اسوي الصوص الثاني اللي هو صوص الجبن. راح تتونسون وانسب هاي الاكله الا خرافيه. خلينا الزبده، اذهب مع الزبده. تجي تخلي شنو؟ تجي تخلي زيت الزيتون مع الزبده. ليش يابا؟ ليش اغاتي؟ حتى لا يحترق، تمام؟ حتى شنو ما يحترق؟ حتى لا يحترق الزبده. اجي مره ثانيه
اذوب الزبده، انا مرتاح نفسيا طبعا اكيد ما علي شيء. راح اجي اخذ شويه من المكرونه، مي المكرونه اخليه هنا، المكرونه تعال شوف شلون صارت بدون ما تتصفى هذه، يعني ما اصفيها واغسلها، صارت هاي موديل قديم. ليش؟ بس هسه جايك ليش ما تتصفى؟ موديل قديم يعني، لانه مثل ما قلت انه ما طول خليت اني زيت ومي فاير، فبعد ما يحتاج هذا الموضوع، تمام؟ اجي هسه اصفيها من المي واخليها وين؟ اخليها على الصلصه بهذا الشكل، تمام هيجي. هذا الزبده اخلي عليه الحبه شكلات هذه. هذا صوص شكل وهذا صوص شكل ثاني. تمام يا عيوني تمام. هسه راح اجي اني اخذ، خلي هاي على صفحه، ناخذ هاي هنا نخليها وناخذ صال هاتفي. فراس مرحبا فراس. كيف خلدون شلونك حبيبي؟ شلون الصحة فراس؟ يا هلا بالغالي. يا ابو شنو هالطلة الجميلة؟ شكرا جزيلا، هذا من ذوقك يا ذهب. عاشتيدك. ربي يخليك. اقول لك احنا ما نتغدى لا ما نسمع صوتك. والله ذهب انت بالله العظيم، تحياتنا لك، دير بالك تتغدى اذا ما تسمع صوتي. لا يا ابو مطلوب. طرشي مالت الصفرة. عاشتيدك. الحجية سلم عليك يعني. ربي يحفظها لك ان شاء الله، وتحياتنا للحجية. اشكرك يا طيب. ربي يخليك يعني. ربي يحفظك. هلا بالغالي، هلا بعيوني، هلا. هلا يا عيوني هلا. ناخذ اتصال هاتفي. سيوف عيوني شلون الصحة؟ هاي انت كاتب. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شلونك شيخ خلدون؟ يا هلا بالغالي، هلا عيوني انت. اريد صلصة مال ريزو. وصفة مال ريزو. اي تامر امر يا بخت. تامر امر عيوني انت. والله تامر امر. وسهلة وبسيطة وسريعة وتامر امر. هسه عيني صارت الوصفة جاهزة. المكرونة خليناها بالصوص اللي سويناه بطريقة كلش سهلة وكلش بسيطة. هنا راح يكون عندك مثل ما قلت الجبن واحد، زين باع شوف 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 اي نوع مكرونية ممكن تخلوها. مكرونية وراها ايش راح نسوي هنا؟ هذا صوص ثاني اخر مختلف تماما عن الصلصة الاولى. شلون عيوني؟ شلون؟ مو هي لعبتها لعبة الجبن. شلون تقبل انت تاكل برجر بدون جبن؟ ما تقدر. صعبة صح لو لا؟ صح لو لا؟ تعال شوف هسه البرجر هذا، تعال ما يجي والله ما اجاني. بس دي باوع باوع باوع. راح تاكلون اطيب مكرونه. ايطاليين ما يسوون هيك مكرونه. هسه مو الايطاليين موجودين؟ ها ما يسوون هيك مكرونه. وراها نتركها بدرجه حراره تتهدر مثل التمن والمرقه، وبعدين قلبها. ولي تعال كابتن وياي. لو كابتن احسك علي انت مو وياي اليوم. لا تشوف كابتن، أنا ما أسوي مكرونة بالجبن إذا ما أضيف التاتش بتاعي. فول السنس هذا، فول حب وحنان وعطف وأمان. الله، هاي تخليها هيك شوية زين. كابتن هاي وحدة إلي. هسه أفتح النار عليها درجة حرارة هادئة، نطلع قبل على السلطة. عدلوا قبل كابتن، عدلوا قبل. عفولي هذه أحد يركز عليها بعد. تجي تخلي لها البارميزان. عوفة بعد كافي، لا تباوع عليها. تعبك هاي بعدين ابني. ها يلا. نجي هسه نسوي الزلاطة. الزلاطة لهذا اليوم راح يكون بها ميكس. طبعا اكيد راح اسوي نوع من الوصفات اللي هي يصير بيستو. تمام؟ هذا البيستو راح يكون متكون من شغلتين اثنين مهمين، اللي هو المعدنوس راشي عفوا، وايضا راح يكون الثوم. لكن انا راح اسويه حار شعوات.
سبايسي، مو بس سبايسي، سبايسي. أول شغلة بهذا الوصفة مثل ما تشوفون، ما جبت له جوز، جبت له لوز، ولوز اللوز يا باشا أحلى لوز بالعالم هذا. شوفوا لي هنا اللوز بعد ما أخلطه هنا مع المكونات الباقية الحلوة. شوفوا لي المكونات، نعناع ولبن وحامض وشوية زيت الزيتون. شو يصير عندك هنا؟ يصير عندك وصفة ما تجاجيك صح؟ يحتاج إلى خيار. لا أنا شلت الخيار خليته بمكانه شنو؟ معدنوس. لكن إيش سويت هنا؟ سويت الدمج، دمجت ما بين البيستو ها وما بين الجاجيك، خلطة الجاجيك. وهي إنه بالبداية راح يكون عندك هنا شوية من اللوز الجميل هذا، تكسر لي إياه هيك عيوني، وأحلى لوز بالعالم، أحلى لوز بالعالم. تدرون الوصفة هذيك مع الجبن، وآخر شيء خليت لها رشة جبن مال بارميزان حتى شنو تتهدر عيوني على راحتها، على راحتها ما حد يزعجها. راح أجيبها لهذه. منو هذا؟ أني. تعال 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 تعال, تعال باللوز. تعال أجي أبلش أخلي اللوز، لوزاية لوزاية مع فرط حركة طبعا، أكيد لازم فرط حركة طبعا 100%. رادي طبيب نفسي حتى أشوف ليش أنا التأثير الفرط الحركة اللي عندي. وراها أخذ هذه الأشكالات هذه كلها زين. أجي أخلي لها شنو؟ أخلي لها شوية نعناع. سولف هواية والله، هواية السولف يا أخي، هواية ما يصير. خلينا ننتبه. أخلي لها ثوم، إيه مهم هذا الموضوع، حامض وراشي. تشوفوا هذا الصوص هلبينو، هلبينو هلبينو هسه يجيني، هلبينو هسه يجيني. ليش ما تاكل هلبينو وتفضها؟ تاكل اكل هاي كلها اللقمة. تعال خلي هنا شوي هلبينو، هلبينو هسه يجيني. اخلي شويه اللبن بعد الصمت اللي صار، لان اكو شيء راح يصير هنا مو طبيعي، يحتاج الى انا اقول لكم شويه ملح حتى الامور تستقر. تمام؟ راح تقول لي بيستو، بيستو بدون جبن، انا اسف اعتذر من عندك. موجود الجبن، موجود الجبن، هذا الجبن. بعد ما خلينا شويه الجبن راح اسوي هذا الصوص. تعال ابني ركز بالصوص. بسم الله. صدقني هنا اللعبه كلها راح تصير وين؟ راح يصير عندك بهذا الطعم والنكهه مالته. يا سلام يا سلام يا خلدون، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تجيب المعدنوس تخليه هنا. المعدنوس ما ضربته بالخلاط وياهم، لا راح اخلط هسه هذا الصوص مع المعدنوس اللي يخبل يصير. وسوينا هنا اطيب سلطه بالعالم، بالبيستو باللوز طبعا طبعا. كابتن شلون لعب؟ اخلطهم كلهم مع بعضهم بعض. هاي المعدنوسيه يابا، مو المعدنوسيه مالتكم اغاتي، خليت لي عليها شويه راشي. الله يخليك. هاي المعدنوسيه عيوني انت، قلبي انت. انت تعال سويها انت، صفر طاسك، تعال سويها انت ذاك الوقت. سوي لك حاجه بيها حظ، سوي لك سوي لك انت في دوم، اسلق لك حاجه، سوي لك حاجه، طق لك بيضايه، معتمد على الحجيه خطيه زين. كل شيء تسوي له، كل شيء تسوي له حجيه، رحمه على والديك. ترى يحكي علي ايش يقول؟ باع الباميه مالتها ما طيبه، خلدون الطين في دماغهم في دماغهم. الله يخليك زين حجيه، انا اعترف لك اني بالحقيقه يعني، حتى لا تصير خاف يقول لك حجيه عاشت ايدك زين. نصيحه لا تسوي له شيء، وربك ماكل مذموم، بس تعب والله، كل شيء ما يفيد وياه. هسه هيك ارتاحت، ارتاحت يابا، هاي شلون صارت؟
هاي المعدنوسيه الحقيقيه. هاي المعدنوسيه الحقيقيه المرتبه. المكرونه نايمه مرتاحه وعندي هنا صار جاهز، بقى بس الصب، لكن بعد الفاصل. يا عيوني شنو هاي؟ هاي معدنوسية على بيستو على ترتيب، فول مرتب هذا، فتشي فول مرتب والله. شنو هاي؟ شنو هالجمال هذا؟ شنو هالجمال هذا ابني؟ شو تخلي له شوية من ذبه ذبه هنا ذبه، يلا ما عاد يشوفك ذبه على الميز ابني، ذبه شوية رمانات حلوات خفيفات، كاسة لطيفة. كابتن وياي لو لا تعوفني يا معود، لا تعوفني يا معود، لا تعوفني. اللقمة سهلة للشماتة. ايه طبعا اكيد هالطعم هذا، طبعا اكيد اللي يحبها اللي يحبها تكون باردة لا تخلون عليها الهالبينو. زين تريدوها حارة مثل ما أنا، شوية سبايسي مثل ما أنا سويتها، تعطيكم طعم كلش لذيذ، وأصلا يعني سهلة هي وبسيطة وكلش سهلة وسريعة. خلون عليها شوية البارميزان، خلون عليها شوية الرمان، داروها أيضا شوية معدنوس، داري لي شوية معدنوس. جيمي أجيب لك ياها لو شوية صعبة. ها لا صعبة، خليها يمي لعد، راح اخليها هنا. شنو رايك؟ خليها هنا لو هناك عندي طبعا. يلا هاي جهزت يا ابي، هاي جهزت، هاي جهزت. يا سلام الريحة طيبة مالت المكرونة، وعلى المكرونة يا عيني المكرونة. لا 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 ما تبين هسه هاي، اي انا عبالي يعني بس لانه ما تبين مع مقاديرها لو بدون مقادير. قال ما سووا مكرونة عادية بس بجبن وما ادري شنو، لا شفتوا التفاصيل التكنل كل اشياءها تكون عندك بهذا الشكل اللطيف. طبعا اكيد راح اتركها لحد ما استطاع، طبعا مو واصلتك انت هيك سالفة، ما تقول لي الله يخليك عيوني انت قلبي انت، انت ما واصل لك هيك مكرونة. راح نسوي مدقوقة، تمام؟ شنو مدقوقة؟ مدقوقة تندق اصلا داقة التمر هنا، لكن الاختلاف اللي بيها شوية راح يكون تختلف بالتغليفة يعني وبالأشياء والحبشكات اللي راح أضيفها. اطلع لي بالمقادير، ملتهي ملتهي، لأنه شوف خل نعقد أنيوك صفقة، لو نعقد ما نعقد عبال نعقد أنيوك صفقة ما طول، قلت لي لا لا يعني لا. الحلو بهذه الوصفة التمر، واحنا من عشاق التمر، احنا نعشق للتمر اصلا، احنا نعشق للتمر كلش نحب التمر، لكن الاختلاف البسيط بهذا التمر انه انا خليت شويه الزبده وخليت التمر، بعد ما خليت التمر انا راح اخليهم على النار، لكن مو وحدهم، انا ضوج عوفه وحده. ليش؟ لانه راح اخلي له شغله مهمه جدا، اخليها بمكان ثاني. شو تقول؟ انت بس قل لي اخليك اياها بمكان اخر، بقدونس بالطحينه. يا سلم سلم يا سلم سلم، خلينا شويه التمرات على شويه الزبدات، نجي نخلي لها شويه كريمات.
تمام؟ بس سويت بقى. انت هاي كلها من وراك انت. كعب دوخرها لعينك دوخرها لعينك. هاي الكريمة اصلا اوريدي بيها شكر. راح اذوب شوية الزبدة مع التمر. تمام؟ بعدها والله ما ذابت. راح اجي اخلي لها راح اخليها شويه مبروش جوز الهند. ها عيوني بدك ولا ما بدك؟ تعال ابني وياي تعال مديم. شو اليوم مالك حس اليوم؟ انت قل لي بس قل لي ليش مالك حس؟ ها؟ الاكل اخاف ما عاجبك؟ الترتيب ما عاجبك؟ شو يعجبك قل لي؟ ها؟ زين تعال اخذ هاي اللقطة اللطيفة. تعال اخذ هاي اللقطة، هاي اللقطة تدرس في المدارس. لا 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 عوف التفاصيل اريدها من عنده. تدرس في المدارس، شوف. هاك شوف 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 على السأسة نشتغل احنا ما نشتغل بدون سأسة على السأسة تشوف الله 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 شنو هاي اللجعة هاي اللجعة تسوي له هيجي تسوي له هيجي للجعة كابتن غير تسوي له اللجعة شو تشوفه والله تجي مرة واحدة بالحياة لا تجي واحدة مرة بالحياة شوف طيتك غير 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 ليفل زين تعال ابني تعال وياي تعال لا تعوفني ابدا تيجي تخلي لها البارميجانو تيجي تخلي لها الحبش كالاتو زين وعيوني وقلبي 1550 عافيه كون عافيه تنطح عافيه كون شنو عافيه تنطح عافيه وين اوديها هاي يعني وين اوديها ايه هنا راح اخليها وياهن هذني ايه هنا راح اخليها نرجع هنا راح اترك شوية الموضوع يبرد شوية زين من بين ما يبرد شوية نجي نسوي الكريمة ناخذ صلاتي في سحر عيوني شلون الصحة؟ حموص الموضوع كبير أذيتني بهذا الموضوع حموص تعال هسوي كريمة هذه مو كريم شانتي هذه كريمة عادية أنا ليش قلتها لها دا أتأكد بس إنه بيها شكر طلع هي أوردي يكون بيها شكر أموس فايدة التفاصيل فايدة هواي لوك 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 هواي لوك لوك دخنتها أنا طبعاً أكيد كل شيء هواية ممكن أسوي حركة بالليمون حركة بسيطة بس أخلي شوية دخلي طماطة كل شيء ما أسوي شوية طماطة هاي راح اجي اخلي التمر على الكريمه حتى شويه تبرد بعدين ابلش اخلي اللوز بعدين اخلي السمسم بعدين ارجع اخلي المبروش حتى اعجنها صحيح
وحبه حبه يا عم، بس شويه تبرد لان شنو شنو هاي هسه صارت كلش حاره. تمام حاره، التمر حار، التمر حار. راح اعجنها حتى اسويها على شكل اصابع. من بين ما اعجنها انا كل الزين راح نسوي عصير خرافي، والله عصير كلش خرافي. اي 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 طعمه طيب لذيذ كابتن، انا وياك مو ضدك والله. اعجني يا عيني اعجني، هو شويه حار. قلت لكم هاي مدقوقه بس شويه في اي بي. ها من بين ما اعجن عيوني راح اسوي لكم عصيرها مرتب، لكن بعد الفاصل. بعشقك انا كيرين وانا كل ليلي هن كيرارارن. انا 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 هو شو حيخلصنا؟ ما تريد رمان كابتن؟ لا تخلي رمان، لا تخلي رمان. انا انا اضحك لي اضحك لي اك انا. يلا يلا منو؟ ما اقول الاسم انا. مرحبا عيوني انتي. الو الو مرحبا عيوني. هلا هلا عيوني هلا بتسلك يا معود. خلص بسيطه وما خلوني انتقل. انا ادفع لك اياه. انا طش دلل احنا خابش تريدين. اريد جسمه كنتاكي دجاج اريده مثل المطاعم مقرمش، شو ما نسويه ما يطلع. تامريني امر، تامريني امر. لا العفو لا يمر عليك ظالم. دلل دلل اصابع جميلة جدا، سهلة وبسيطة وسريعة، ما أخذت من عندي وقت، الله وكيلك. زين الحلو بيها طعم الكريمة اللي راح يكون طعم الكريمة راح يكون كلش حلو كلش لذيذ. أوكي نجي هنا إلى الأطباق اليوم اللي كانت جدا سهلة جدا بسيطة. راح نبدأ بداية بالريزو. الريزو تكون متكون من أصابع من الدجاج، استخدم الصدر، أنقع بالحليب والحامض لمدة تقريبا ساعة أو ساعتين، بعدين هنا أقطع على شكل مكعبات صغيرة، وبعدين ان انا اغلفه بالطحين. لازم يكون الطحين بيه ثوم مطحون، يكون بيه بصل مطحون، بابريكا، فلفل ابيض، وزنجبيل مطحون، اكيد تكون على خاشوقه خاشوقه صغيره مع الملح، مي، طحين، بعدين تتقلى. وراها نجي نسوي التمن، نحمس بصل، نحمس ثوم، نخلي عليه كركم، شويه كاري وفلفل اسود. بعدين اخلي التمن ان انا احمسه كل زين، واخلي المي واتركه لحد ما يتهدر. وراها اصب التمن، اوزع عليه قطع الدجاج، واسوي الصوص. يكون متكون من 3 خواشي كاتشب، خاشوقتين مايونيز، خاشوقتين باربيكيو صوص، وخاشوقه صغيره من الخردل. اخلط الصوص هذا وبعدين اخليه على الوجه و1550 عافيه. القرمشه المهمه جدا اللي تكون موجوده اكيد بالدجاج هو لازم ان يكون اضافه كوب كامل طحين وربع كوب من النشا. النشا مهم جدا حتى يطلع عندك القرمشه هنا. يتنقع الدجاج لمده تقريبا نهار كامل بالحليب الحامض، الخل الابيض، وايضا البهارات. البهارات اللي تستخدمها انت دائما يكون عندك هنا الفلفل الابيض، الزنجبيل المطحون، شويه من الهيل، ويتخلى لها بابريكا مدخنه، وايضا ثوم مطحون، وبالاضافه الى ايضا قلت انا جوزة الطيب. جوزة الطيب مهمه ايضا. تخلط مع الطحين، ناخذ الدجاج نضيفه بالطحين، مي، طحين، ويتقلى بكميه وافره من الدهن. شلون هذا كابتن؟ أصابع جميلة جدا. يلا نجي نسوي هنا الأفوكادو أو سموثي الأفوكادو لهذا اليوم اللي راح يكون أكيد بالآيس كريم ومقاديره بالجو. هذا الشيء أنت ما تعرفه ابني، ما تعرفه ما تعرفه والله صدقني ما تعرفه. حمص فايدة على السريع بدون كافلام بدون كلام. طبعا مثل ما تشوفون افوكادو بس وعسل راح يكون في عندك هنا الايس كريم. طبعا هنا استخدمت ايس كريم الفانيلا، ممكن تطوها اي طعم اخر او اي نكهه اخرى، ممكن انه انا اضيف لها شويه كلون يعني اكيد راح يطلع اللون مو كلش تمام، فراح اخلي شويه من التوت. فبالبدايه راح اضيف شويه التوت يكون جامد
دائما بالسموثي لازم هذا يكون كلش ثلج ابني، لازم يكون جامد. جامد شنو؟ جامد. اضحك 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 اضحك. اول شيء لازم نسويه انا نخلط هذه المكونات مثل ما قلت اختياري حسب الرغبه. انا خليت له شويه من التوت وشغلها. ها حتى يصير عندك هاي العمليه نجي نخلي لها شويه مي، شويه مي. ما خليت الثلج، بعدين اخلي الثلج. اريد بس اطحن المكونات هذه. خلاص شنو سوينا لهذا اليوم يابا؟ مكرونه بالجبن. معدنوسيه بالطحينه، بالطحينه. بعد ما تشوفون صار عندك بهذا الشكل، هسه راح اجي عندنا شغله ثانيه لازم نسويها. هسه راح ابلش انا اخلي قبلها. تعال ابني، تعال وليدي، تعال 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 عيوني، تعال تعال قلبي. هذا هسه لازم اخلي له انا شنو؟ اخلي له ثلج. بعد ما خليت الثلج راح اخلي له شنو؟ عسل. يا عسل انت، يا عسل يا عسل يابا، بعد عسل يابا. هذا هذا فول صحي، هذا فول صحي. افوكادو. بعدين اخلي الايس كريم. ورا ما خليت الايس كريم، الله اخلطني يا عين اخلطني. اليوم مزعلني انت شنو؟ مزعلني اليوم. طبعا ثبتها هيك. بعدين نجي نخلي لها ميه، شويه ميه. هنا نرجع نخلطهم. يا سلام سلم، يا سلام سلم على طبختنا، يا سلام سلم. اللي يحبه ثخين، انا يعني صراحه ما احبه ثخين، ما احبه ثخين. ارجع اخلي له مي. حتى لا يكون ثقيل. يعني لا يكون كل شوية ثقيل، لازم نخلي له ايضا شوية مي. والله بعده ثقيل. صدق سموثي هذا. مو كذب. والله ثقيل هذا السموثي، ثقيل. بس باع الصبة ما تباع. عبالك حمص بطحينة صار. شوف شوف. شوف ايش قد، شوف شوف. شوف ايش قد ثخين باع. يا الهي. ثقيلة. سموثي. يا سلام على سموثي. محلبي صار، مو سموثي هذا. والله محلبي. باقي نشربه احنا بالدولكة؟ شوية بالدولكة؟ لا شوية. بس خلى قرنشة. يلا عدنا عدنا، يلا خلينا نسولف شوية. خلي صب لي إلي، خلي صب لي إلي. شوفوا الأطباق هذه على عناد اللي ببالي، على عناد اللي ببالي كانت من الأطباق الحلوة السهلة والسريعة، بداية بأول وصفة لحد آخر وصفة. المكرونة خرافية، ما أسولف لكم على الوضعية مالت المكرونة. زين، مكرونية إلا تخبل. عندك الوصفة الثانية أيضا كانت مهمة جدا، وهي ايضا يكون عندك هنا المعدنوسيه او المعدنوس بالطحينه. عندك هذه الاصابع مالت التمر تختلف عن اي اصابع تمر اكلتوها في حياتكم لسبب واحد بس، اضافه الها كان الكريمه.
الكريمه انطتها طعم وتعطيها نكهه كلش لذيذه، حتى لو كانت الكريمه اذا سويتوها بالزبده مثلا بدون ما تستخدمون هنا على سبيل المثال السكر، لكن هذه الكريمه كان اصلا بها سكر، ف بس مو كلش هواي سكر حتى تصير كلش هواي حلوه، فتكون عندك زين. انت قرنشيتها باشياء بسيطه جدا كهالقرنش هذا الحلو اللطيف اللي هو بالرمان. ورا انا راح اذوق هذا الاختراع، هذا عباره عن اختراع، خلينا نشوف والله. والله طيبه كلش. نكهه الافوكادو ضاعت انتهت. زين؟ اخو ده يجيني بس نكهه العسل وده يجيني ضربه الفانيلا لانه استخدمت ايس كريم الفانيلا وايضا نكهه التوت الجميله مثل ما تشوفون هنا. صراحه ما قلنا احنا مغذي للبفاصل. اشوفكم باكر، الله باي باي.